يجيك غلط. الحب، يا سلام يا جدع. الحب من اهم المشاعر اللي انت كانسانه تحس بيها في حياتك، الا لو انت سنجل طول عمرك. في الحاله دي شد حيلك. بس لما الحب بيتضمن اشخاص ليهم في العلم، الموضوع بيعك شويه. الهدف من السلسله دي هو اننا نعرض علماء، بس مش اننا نعرض انجازاتهم العلميه، لا، الانجازات العلمية دي هتلاقوها موجودة في الحلقات العادية. الهدف من السلسلة دي هو اننا نتعمق في الشخصيات دي اكتر، ننزع عنهم البلط العلمي ونحكي لكم عن الحب في حياة العلماء دول. والميزة ان قصص العلماء مع الحب مش بس مسلية جدا، بس في كل قصة كمان هنتعلم قانون عن الحب، قانون مبني على اسس تاريخية علمية. لا لا لا، ده كلام عميق. جهزوا كوبايات القهوة ويلا ندخل في الموضوع. من الحاجات اللي الناس دايما بتتكلم عنها في الحب هي الجاذبية، المغناطيس اللي بيقرب اتنين لبعض. بتعرفي تعملي محشي كرنب؟ نمرة الوالد كم؟ ولما نيجي نتكلم عن الجاذبية، مين أحسن من نيوتن نسأله؟ عارفين نيوتن بيفكرني بمين يا جماعة؟ عامل زي كده بوتريكا بتاع العلم، الفيلسوف العالم، الرياضي المذهل، الأب الروحي للعلم الحديث، واللي ناس كتير مش عارفها عنه، الراجل الديني اللي تنبأ بنهاية العالم في 2060. أيزاك نيوتن اتولد في 1643 في إنجلترا. والد نيوتن مات قبل ولادة نيوتن بثلاث شهور، ونيوتن لما اتولد كان هزيل، كان شكله كده زي صباعك لما بتسيبه في المية كتير، مجعد كده وملوش قيمة. المهم اتولد بلا أب. الحاجة أم نيوتن كانت وفية جدا لزوجها، وفية لدرجة إن بعد موت زوجها بثلاث سنين، أو يعني لما نيوتن كان عنده ثلاث سنين، قررت تتجوز وزير اسمه بارنابس سميث وتسيب نيوتن مع أجداده. وزير بقى فلوس بقى وهينغنغني جمبري جامبو بقى. طبعا علاقة نيوتن بأمه تدهورت بعد حركة الجواز دي، لدرجة إنه قال إنه كان نفسه يحرق البيت بتاع أمه وجوز أمه. نيوتن فضل يتعلم لحد ما وصل للمرحلة الجامعية ودخل الجامعة الشهيرة كامبريدج. وهنا نيوتن فعلا كان دحيح، مش دحيح عادي، لا، ده كان بيقعد في أوضته بالساعات حتى لو هو قاعد ساكت، وقال بالصمت والتأمل نفهم الحقائق الكونية. كتب التاريخ لا تذكر شيء عن سفره أو غيره، فواضح أن نيوتن كان بيحب أوضته جدا. وهنا نيجي للقطة الحلقة، الهب يا يحيى. في هذا السن الجامعي الجميل، الهرمونات بتاعت الرجالة بتبقى كتير قوي، وده الحمد لله بيترجم في مجتمعاتنا الأصيلة بخطوبات وجواز وكلام من ده. إنما هناك بقى في إنجلترا، لا لا، دي سفالة وقلة أدب، شرب بيرة وخمرة وحاجة يعني استغفر الله العظيم. كان الشاب الإنجليزي الجامعي يستنى الويك أند كده، وعلى فكرة الويك أند عندهم سبت وحد مش جمعة وسبت زي عندنا كده، ينزل بقى في أي قرية مجاورة ويشقط له واحدة. فتخيل كده نيوتن قاعد في حاله في أوضته بيذاكر، وفجأة لا لا، دي ضحكة معروفة من شارع الهرم، دي معروفة كويس. أكيد ضحكة الست الإنجليزية أرق من كده. لو أنت شاب إنجليزي عادي هتقول إيه؟ تتحرق الكتب أكتر ما هي محروقة، فين البنت كريستين؟ بس نيوتن توصل لاستنتاج منطقي وغريب. وتاني يا جماعة، ده مش شخص عادي، نيوتن كان بيبني طواحين أو ويندميلز وهو طفل، فده يعني واحد عبقري. نيوتن بص على أصحابه الإنجليز وشاف قد إيه علاقتهم، سواء كانت حب أو صياعة، كانت بتعميهم عن فهم الحقيقة. المشاعر والعواطف بالنسبة لنيوتن كانوا أدنى من إنه يضيع وقته عليهم. هيسيب مشروعه ويقعد يحب في كريستين مثلا، بس كريستين حلوة الصراحة. عشان يعرف يقاوم الإغراء، نيوتن أخذ عهد، مش عهد زي جون وكيلو في هانتر إكس هانتر، ومش عهد زي جاك وروز في تايتانيك اللي سابته زي كلب في المية المتلجة. أخذ عهد التزم بيه لحد نهاية عمره، وقال الطريق إلى العفة ليس بمحاربة أفكار تعجزك عن ضبط النفس، ولكن بتحويل تلك الأفكار إلى مسار آخر بالقراءة والتأمل. فمن يفكر في العفة لن يفكر إلا بالنساء. وده إحنا سميناه قانون حب نيوتن. إيه؟ يعني هو قالك لو عايز تتلم ما تقعدش تقول عايز اتلم، بس اشغل نفسك بحاجة مفيدة. حب ايه والنيلة ايه بس؟ نيوتن عاش 84 سنة لحد ما مات في 1726، وسنينه كلها كانت علم، ما تجوزش، ومفيش في كتب التاريخ اي ذكر لإنسانة ارتبط بيها. نيوتن حاول يفهم الكون، وحاول يترجم كل حاجة كان بيشوفها لحاجة علمية نقدر نستفيد بيها او نسقط بيها في الفيزياء بتاعت ثانوية عام عادي، يعني لحد ما مات وحيد سنجل. وهي دي قصة نيوتن مع الحب. بعد كرهه لأمه طلع بقانونه عن الحب، شغل نفسه بالعلم بدل الحب، حب العلم أكتر ما حب الناس، والتزم بده. هو ممكن ما يكونش ذكي إنه مفكرش يتجوز كريستين مثلا في الحلال، كريستين حلال، بس ده راجل شرح الجاذبية، احتمال إنه كان بيدور على حجة عشان ما يرتبطش. وسواء القرار ده كان حلو أو وحش مش مهم، المهم إن بالنسبة لنيوتن الارتباط ما كانش أولوية، السنجلة كانت أحلى لعبقري العلم الحديث. وكالعادة لازم ننور الضلمة. Peace out. انا عارف ان التفاحة دي يعني كانت شان حلقة نيوتن، بس انا جوعت. Doppler effect. The power. في المية.
الجو حر جدا. فاكرين بالصوت بتاع كراش في كراش بانديكوت بوكولاجا؟